السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تاني اير ستاندرد سايكل عندنا اللي هي ديزل سايكل. تمام، تعالوا بس نفتكر الاول. المره اللي فاتت قلنا ان اي ريسبريكيتنج بيستون سيلندر انجن لو كان فور ستروك، تمام، بيعدي باربع مراحل اللي هم الاربعه ستروكس بتاعته. اول ستروك خالص كانت اللي هي الانتيك ستروك، قلنا بيحصل فيها ايه؟ كان الانتيك فالف ده بيفتح، تمام، وبيبدا يدخل عندي التشارج جوه السلندر، فالبيستون بيبدا يتحرك من التوب ديد سنتر الى البوتوم ديد سنتر اثناء ما التشارج دي بتدخل جوه السلندر. وقلنا ان التشارج اللي بتدخل دي بتختلف لو كان جازولين انجن اللي هو سبارك اجنيشن انجن، في الحاله دي كان بيبقى التشارج اللي داخله عباره عن ميكستر من الاير والفيول. طيب لو كان الانجن ده ديزل انجن او اللي هو بيتقال عليه كومبريشن اجنيشن انجن، لا، فهيبقى التشارج اللي داخله دي عباره عن اير بس. تمام، فده كان الستروك الاولاني. تاني حاجه يبدا البيستون يتحرك من البوتوم ديد سنتر الى التوب ديد سنتر، فيبدا يعمل كومبريشن على التشارج الموجوده جوه. طبعا الكلام ده والتو فولز مقفولين، الانتيك والاكزوست، لحد ما بتبدا تيجي تقرب من نهايه شوط الكومبريشن ده، فيبدا يحصل عمليه الكومباستشن اللي برضو بتختلف ما بين النوعين بتوع الانجنز. فلو بتكلم على سبارك اجنيشن انجن، يبقى من اسمها عمليه الكومباستشن هتحصل عن طريق سبارك بلج، حاجه بتطلع سبارك. تمام، فانا عندي ميكستر من الفيول والاير، ضغطته فدرجه الحراره بتاعته زادت والبريشر زاد، فهيبدا في سبارك هنا. مجرد ما هعمل السبارك دي هيبدا يحصل كومباستشن للفيول اللي موجود اللي عندي. تمام، فالكلام ده بيتم في نهايه شوط الكومبريشن. طيب لو كان بقى نوع الانجن ديزل انجن اللي هو هنتكلم عنه النهارده، او بنقول عليه كومبريشن اجنيشن انجن، فهتلاقي ما عندكش سبارك بلاج. تمام، واللي عندك التشارج اللي جوه دي اير بس. فبنعمل ايه بقى؟ ايه اللي هيخلي الكومباستشن يحصل؟ انت بتضغط الاير ده، كنا بتضغطه طبعا درجه الحراره والبريشر بتاعه بيزيد لحد ما بتعدي درجه حراره معينه بنسميها سيلف اجنيشن تمبرتشر او اوتو اجنيشن تمبرتشر بتاعه الفيول. اللي عندها الفيول ده هيحصل له كومباستشن لوحده من غير اي مساعده، فانت مش محتاج هنا سبارك اصلا. تمام، فببدا اضغط الاير ده لحد ما يعدي درجه الحراره دي اللي هي سيلف اجنيشن تمبرتشر بتاعه الفيول اللي عندي او الديزل بقى اللي عندي. تمام، وبعدين احط هنا بقى ايه بدل سبارك بلاك، هيبقى عندي فيول انجكتور، حاجه زي كده اهو بالشكل ده. بقى عندك فيول انجكتور، حاجه بترش الفيول ده في صوره سبراي. تمام، فهو اوريدي خلاص درجه حراره الاير اللي موجوده دي اعلى من السيلف اجنيشن تمبرتشر بتاعه الفيول ده، فمجرد ما هترشه هيولع لوحده، هيحصل الكومباستشن لوحده من غير اي مساعده. تمام، فعملية الكومباستشن اللي هتحصل دي هتخلي البيستون يبدأ يتحرك لتحت. تمام، فطالما البيستون اتحرك لتحت يعني الفوليوم بيزيد، يبقى حصل اكسبانشن. فهتلاحظ ان في الديزل انجنز عملية الكومباستشن دي او عملية الفيول انجكشن بتمثل جزء من او الجزء الاولاني من عملية الاكسبانشن او الباور ستروك بتاعتي. فالباور ستروك او انت بتبدأ تاخد باور بداية من نهاية الانجكشن او بعد ما الانجكشن بيبدأ بشوية. تمام، عشان كده هتلاقي ان عملية الهيت اديشن في حالة الديزل انجنز بتتم under constant pressure، لكن احنا كنا في الجازولين بنقول انها بتتم under constant volume. ليه؟ لان البيستون كان بيفضل ثابت اثناء عملية الكومباستشن، فطالما البيستون ما اتحركش يبقى الفوليوم ما اتغيرش، صح؟ لكن احنا عندنا في الديزل انت بيبدا الانجكشن يحصل والكومباستشن بيحصل وانت لسه بتكمل انجكشن، فالبيستون بيتحرك وانا لسه بعمل انجكشن في البدايه بس. فبالتالي عملية الكومباستشن دي بتمثل جزء من الباور ستروك. تمام، خلص الكومباستشن، بعد كده يحصل ايه؟ بتبدا الباور ستروك بقى، فالبيستون هيكمل حركته لتحت، هيكمل اكسبانشن عادي لحد ما يوصل للبوتوم ديد سنتر، لحد ما ياخد الباور اللي انا عايزاه. تمام، ده كده خلصنا ايه الباور ستروك. تيجي بقى على الستروك الاخيره اللي هي الاكزوست، فهتبدا تفتح الاكزوست فالف وتبدا البيستون يتحرك من البوتوم ديد سنتر الى التوب ديد سنتر ويطرد الاكزوست عندي بره ويرجع يكرر العمليه دي. ده كده المفروض ان ده كده يعني يعتبر مش دي الايديال سايكل. احنا في الايديال سايكل مفيش عندك انتيك مفيش عندك اكزوست، بنحط بدلهم حاجه تانية. تمام، تعالى بقى نشوف الايديال سايكل بتاعتنا على البي في وعلى التي اس دايجرامز، ونمشي واحده واحده. دلوقتي هنبدا من اول فين؟ دلوقتي ما بقاش عندي انتيك، فانا ببدا من اول نقطه واحد دي اللي هي بدايه الكومبريشن بتاعتي. يعني البيستون دلوقتي فين؟ عند البوتوم ديد سنتر، البيستون تحت، فهيبدا يضغط التشارج اللي جوه. احنا بنتكلم على ديزل، يبقى اللي جوه عندي الاير، حد اضغط الاير لحد ما توصل البيستون دي توصل لحد التوب ديد سنتر عند نقطه 2، عند اهو كده عند التوب ديد سنتر. تمام، فوق بقى يحصل ايه؟
خلاص دلوقتي درجة حرارة الاير وصلت للسيرف اجنيشن تمبرتشر بتاعة الفيول، فهبدأ اعمل انجكشن، فهبدأ انا اسبراي الفيول اللي موجود عندي ده او الديزل اللي عندي، فتحصل عملية الكومباستشن اللي هي بتبدأ من اول نقطة اتنين دي، هيبدأ يحصل كومباستشن. بس اثناء الكومباستشن الفوليوم بيحصل له ايه؟ بيزيد من اتنين لتلاتة، الفوليوم عندك زاد لان البيستون بدأ يتحرك لتحت، فهو بدأ اكسبانشن اثناء الفيول انجكشن، تمام؟ فده جزء من الباور اللي انا باخده برضه لحد نهاية الانجكشن عند نقطة تلاتة. يعني خلاص دلوقتي مش هترش ديزل تاني، بعد كده البيستون هيكمل حركته لتحت، فهيكمل اكسبانشن، تبدأ تاخد الباور بتاعك، الفوليوم بيزيد اهو، يبقى اكسبانشن، يبقى انا باخد باور لحد ما البيستون يوصل لفين؟ للبوتوم ديد سنتر. بعد كده المفروض ان عندك عملية الاكزوست، بس احنا قلنا عشان السايكل ايديالايزد المفروض تكون كلوزد، فما ينفعش ترمي اكزوست بره وترجع تاخد فريش تشارج تاني. فقلنا بدل الكلام ده بنعمل ايه؟ بتفترض ان عندك هيت اكستنجر هيريجكت الجازز اللي عندك دي، هتريجكت هيت لبره وترجع تاني عند نقطة واحد وتكمل السايكل من اول وجديد، كأن في سينك هنا درجة حرارته اقل، ده بيرمي له الهيت اللي عنده ويرجع يكمل تاني، فدي كده كلوزد سايكل. ودي طبعا اللي هي الستاندرد اسامبشنز اللي قلناها المرة اللي فاتت. طيب تمام. على التي اس نفس الكلام، ادي بدأت من نقطة واحد، من واحد لاتنين الكومبريشن عملية ايزنتروبيك، فهتلاقي ان اس كونستنت، تمام، خط رأسي. بعد كده من اتنين لتلاتة عملية الهيت اديشن دي اندر كونستنت بريشر، وقلنا ليه؟ لان البيستون بيتحرك اثناء الكومباستشن ده. وبعد كده فطبعا هي تقريبا كونستنت بريشر، تمام. بعد كده من تلاتة لاربعة ده هيبقى عملية الاكسبانشن، هيكمل الاكسبانشن بتاعته اللي هي الباور ستروك لحد ما نوصل لنقطة 4. طبعا دي ايزنتروبيك اكسبانشن، فهتلاقي الاس كونستنت على التي اس. من 4 ل 1 هيريجكت هيت لبره. العملية دي بتتم كونستنت فوليوم، تمام. فهتلاحظ كده ان الفرق الوحيد ما بين الديزل سايكل وما بين الجازولين سايكل او اوتو سايكل وديزل سايكل هو عملية الهيت اديشن، ان هنا عملية الهيت اديشن تمت اندر كونستنت بريشر، لكن في اوتو سايكل كانت بتتم اندر كونستنت فوليوم، تمام. برضو لاحظ حاجة تانية، لما تيجي ترسم التي اس هتلاحظ ان السلوب بتاع الخط اللي هو الكونستنت فوليوم ده بيبقى اكبر من السلوب بتاع الخط اندر كونستنت بريشر، تمام. فده هيخلي ان الدلتا تي 3 ل 4 دي اقل من الدلتا تي 1 ل 2. حد ممكن يفكر يعني هل ده معناه ان الاكسبانشن اقل من الكومبريشن؟ لا، لان انت اصلا عندك جزء من الاكسبانشن تاني تم في العملية من 2 ل 3، فطبعا لازم يكون الباور اللي بتاخده اكبر من اللي انت بتستهلكه، يعني الاكسبانشن اكبر من الكومبريشن، بس الاكسبانشن هنا على مرحلتين من 2 ل 3 و3 ل 4، تمام. برضو بما ان السايكل دي بتتكون من 4 internally reversible processes زي ما قلنا المره اللي فاتت، فده معناه ان على البي في دايجرام المساحه اللي تحت المنحنى على البي في دايجرام دي هتمثل لي الورك، لان الورك هيبقى عباره عن تكامل بي دي في، تمام. وكمان هتلاقي ان المساحه اللي تحت الكيرفز على التي اس دايجرام هتمثل لي الهيت او الكيو، لان الكيو هي عباره عن تكامل تي دي اس، تمام. 4 internally reversible processes، حلو قوي. فده معناه ان هتلاقي ان العمليه من واحد لاتنين، لو خدت المساحه اللي تحت دي كلها من واحد لاتنين، ده كده بيمثل لك الورك ان على السيستم اللي هو اثناء عمليه الكومبريشن. بعدين عندي من اتنين لتلاته بلس من تلاته لاربعه المساحه اللي تحت ده كله، دي بتمثل لي الورك بتاع الاكسبانشن، فده الورك اوت، حلو. لو طرحت الاتنين من بعض هيطلع لك المساحه اللي جوه دي، الانكلوزد اريا دي، اللي هي عباره عن مين؟ الورك نت. فطبعا الورك نت اللي هو برضو بيساوي الكيو نت، لان فور سايكل هيبقى السمشن بتاع التشينج الانترنال انرجي هيبقى بزيرو، فالتشينج مجموع التشينج لكل الورك بيساوي مجموع التشينج لكل الكيو. جميل قوي. نفس الكلام هنا هتلاقي ان الكيرف من 2 ل 3، المساحه اللي تحت من 2 ل 3 دي كلها دي الكيو اد. طب والمساحه اللي من تحت من 4 ل 1 دي كده الكيو ريجكتد. لو طرحت الاتنين من بعض هيطلع لي الكيو نت، هي الاريا انكلوزد اللي جوه، اللي هي برضو بتساوي الورك نت، تمام، عشان دي سايكل. طيب تعالى بقى نبدا ناخد كل بروسيس ونعمل الاناليسيس بتاعتها. تعالى ناخد العمليات واحده واحده كده ونشوف الاناليسيس بتاعها عامل ازاي. اول حاجه عندي من واحد لاتنين،
العملية من واحد لاتنين دي اللي هي ايزنتروبيك كومبريشن، يعني عملية اس كونستنت وبي في باور جاما بيساوي كونستنت. بما ان احنا شغالين على اير و ومن ضمن الاير ستاندرد اسامبشنز ان احنا هنعتبر ان الاير ده هنعامله ك ايديال جاز او كبيرفكت جاز. حلو قوي، يبقى اقدر اطبق الريليشنز بتاعت البيرفكت جاز، فهقول ان تي 2 على تي 1 هتساوي بي 2 على بي 1 باور جاما ماينس 1 على جاما او كي ايا كان الرمز، يعني بيساوي بي 1 على بي 2 الفوليومز بتعكسهم باور جاما ماينس 1. طيب ده هيساوي حاجه تانية. تعالى نفتكر كده، المره اللي فاتت قلنا في تعريف حاجه اسمها كومبريشن ريشيو، قلنا دي عباره عن الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم، او الفوليوم عند الباتم ديد سنتر على الفوليوم عند التوب ديد سنتر. تمام، فلما اقول ان ده عباره عن الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم، فهيبقى عباره عن ايه هنا؟ مين اقل، مين الماكسيمم اللي عندي هو اللي هو فوليوم واحد، والمينيمم اللي هو في 2، هيبقى عباره عن في 1 على في 2. طبعا في 1 كده كده هي بتساوي في 4، بس خلي بالك هنا بقى 2 مش بتساوي 3 لان العمليه دي كونستنت بريشر، فاوتو كان 2 و3 قد بعض. طيب تمام، يبقى اقدر اقول من هنا اشيل ده واحط مكانه كومبريشن ريشيو باور جاما ماينس 1. فدي اول ريليشن عندي. تعالى بقى ايه نطبق الفيرست لو على كلوز سيستم. فبيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الكيو ماينس الورك بتساوي دلتا يو، التشنج في الانترنال انرجي. العمليه دي ايزنتروبيك، يعني ايه ايزنتروبيك؟ يعني ادياباتيك بلس ريفرس بلس فريكشنلس. تمام، فهيبقى عندك المعنى انها ادياباتيك يبقى الكيو ده بزيرو. يبقى اقدر اقول من هنا ان الورك من واحد لاتنين هو عباره عن التشنج في الانترنال انرجي، عباره عن يو 2 ماينس يو 1 اللي هي بتساوي ام في سي في في دلتا تي، تبقى تي 2 ناقص تي 1. طبعا الكلام ده كده وحدته ايه؟ بالكيلو جول، عشان الماس موجوده، لو الماس مش موجوده هتبقى كيلو جول بر كيلو جرام. طيب تمام، ده كده بالنسبه من واحد لاتنين. تعالى اللي بعده، عندنا العمليه من اتنين لتلاته اللي هي عمليه الهيت اديشن اندر كونستنت بريشر. حلو، دي بقى فيها كلام شويه. تعالى بس الاول نطبق القوانين بتاعه البرفكت جاز. فدي هتقول لك ان تي 3 على تي 2 بتساوي سبيسيفيك فوليوم 3 على سبيسيفيك فوليوم 2، اللي هتساوي حاجه بقى جديده هنعرفها دلوقتي. في عندنا حاجه اسمها كات اوف ريشيو، بتاخد الرمز ار سي او بيتا. تمام، فالكات اوف ريشيو دي هي عباره عن ايه؟ حاجه بتقيس الديوريشن بتاعت الهيت اديشن اندر كونستنت بريشر. تمام، فهي عباره عن الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم اثناء عمليه الهيت اديشن اندر كونستنت بريشر. جميل، فتعالى بص ادي اهو هيت اديشن اندر كونستنت بريشر، يعني من 2 ل 3، مين الماكسيمم فوليوم هنا؟ 3، ومين المينيمم؟ هو 2. فيبقى ده عباره عن في 3 على في 2. يبقى هقدر هنا اقول ان ده بيساوي الكات اوف ريشيو ار سي او اللي هي بيتا، عشان لو حد شاف الرمز ده او ده يعني. طيب ايه كمان؟ بس كده. تعالى بقى نطبق ايه الفيرست لو زي ما عملنا في الحاله اللي فاتت، اهو الكيو ماينس الورك بتساوي الدلتا يو. بس هنا بقى طبعا دي عمليه هيت اديشن، هل ده معناه ان الورك بزيرو؟ لا، مش احنا قلنا ان اثناء الانجكشن بتاع الفيول البيستون بدا يتحرك لتحت، يعني بدا يعمل اكسبانشن، يبقى خدت ورك، يبقى حصل اكسبانشن يبقى انا خدت ورك. تمام، يبقى ما ينفعش اقول ان الورك هنا بزيرو، بالعكس ده هنا في عندك ورك حصل اندر كونستنت بريشر، فالورك اللي حصل ده هيبقى عباره عن البريشر في فرق الفوليومز. فهتقول ايه؟ يبقى تعالى نعوض كده، هيبقى عندك الكيو من 2 ل 3 هتساوي، ودي الورك الناحيه الثانيه، عباره عن الورك اللي هو حصل من 2 ل 3 ده بلس التشنج في الانترنال انرجي. هنفك الورك ده عباره عن ايه؟ ده ورك تم اندر كونستنت بريشر، يبقى عباره عن البريشر في فرق الفوليومز. تمام، في 3 ماينس في 2 بلس التشنج في الانترنال انرجي اللي هو عباره عن يو 3 ناقص يو 2. انا عايزه اختصرها شويه، فهبدا ادخل البريشر ده مره هنا بي 3 وادخله هنا بي 2، كده كده هم قد بعض فمش هتفرق معاك في حاجه. فيبقى عندي بي 3 في 3 بلس يو 3، هجيب ده بس جنبها. تمام، وهاخد اشاره نيجاتيف هنا واقول بي 2 في 2 بلس يو 2. مين دول بقى؟ الفلو انرجي بلس الانترنال انرجي، دي كان بنسميها ايه؟ دي الانثالبي.
هيبقى ده عبارة عن اتش 3 او اتش كابيتال بقى اتش 3 ماينس اتش 2 اللي هي عبارة عن الماس في سبيسيفيك انتروبي 3 ناقص 2. تمام. وبما ان احنا شغالين على اسامبشن بيرفكت جاز يبقى اقدر اقول ان الكيو من 2 ل 3 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ام سي بي في دلتا تي تي 3 ناقص تي 2، فكده وحدتها بالكيلو جول. انت مش في كل مرة هتستنتجها طبعا، انت خلاص هتبقى عارف ان الكيو هي عبارة عن ام سي بي دلتا تي. انا بس اوريك جت منين القانون ده يعني. تمام. بعد كده عندنا العملية من 3 ل 4. العملية من 3 ل 4 دي اللي هي الاكسبانشن، ايزنتروبيك اكسبانشن في اس كونستنت وفي بي باور جاما بيساوي كونستنت. جميل. نفس الكلام طبق القوانين بتاعت البيرفكت جاز، فهتقول ان تي 3 على تي 4 بتساوي بي 3 على بي 4 باور جاما ماينس 1 على جاما او كي ماينس 1 على كي بتساوي، اقلب الفوليومز يبقى بي 4 على بي 3 باور جاما ماينس 1. تمام. برضه هتلاحظ ان في فرق ما بين القانون ده وفي حاله الاوتو، ان احنا كنا في اوتو بنقول ان ده كمان بيساوي الار في او اللي هو الكومبريشن ريشيو باور جاما ماينس 1، لان كان ساعتها في 3 بيساوي في 2، هنا مش بيساوي بعض، فمش تقدر تقول ان ده بيساوي كومبريشن ريشيو باور جاما ماينس 1. تمام. تعالى بقى طبق الفيرست لو فور كلوز سيستم، فهيقول لك ايه؟ الكيو ماينس الورك بتساوي الدلتا يو، هنا العمليه ايزنتروبيك يعني كمان اديابتيك، يبقى الكيو بزيرو. يبقى اقدر اقول ان الورك من 3 ل 4. طبعا احنا اتفقنا من البدايه خالص ان احنا عارفين اتجاهات كل حاجه، عارفين اتجاهات الكيو وعارفين اتجاهات الورك، فلما بجيب ورك او بجيب كيو بجيب الفروقات الكبيره ونص الصغير ككميه يعني. مفيش اشارات هتظهر معايا يعني، ما ينفعش تقول لي ورك انا بيساوي نيجاتيف او حاجه زي كده او في عمليه الكومبريشن يعني. المهم فهيبقى عندي الورك من 3 ل 4 ده هيساوي التشنج في الانترنال انرجي، هيبقى عباره عن ام سي في في دلتا تي تي 3 كبيرة ماينس الصغير. تمام. ده كده بالكيلو جول عشان الماس موجودة. تمام. اخر عملية عندك بقى اللي هي الهيت ريجكشن من 4 ل 1. دي عملية هيت ريجكشن اندر كونستنت فوليوم، فهتقدر تقول ان تي 4 على تي 1 او تمبرتشر على تمبرتشر بتساوي بريشر على بريشر، لان الفوليوم عندي ثابت. لو طبقت الفيرست لو هتقول ان الكيو ماينس الورك بتساوي الدلتا يو. دي عملية هيت ريجكشن، هنا مفيش ورك خالص فالورك عندي بزيرو، يبقى هقول ان الكيو اللي هي من 4 ل 1 دي عبارة عن ايه؟ التشينج في الانترنال انرجي هتبقى يو 4 ناقص يو 1، يعني عبارة عن ام سي في تي 4 ناقص تي 1. طبعا ده كده وحدته ايه؟ كيلو جو. طيب تمام. بعد كده لو عايزة اجيب بقى الورك نت، الورك نت هو عبارة عن ايه؟ الورك نت زي ما قلنا المره اللي فاتت هو عباره عن الكيو ادد ماينس الكيو ريجكتد. تمام. ايه كمان؟ وبرده هتلاقي ان الورك نت ده بيساوي المين افكتيف بريشر مضروب في الفوليوم بتاع الستروك، لان التعريف اللي قلناه في الاوتو سايكل، والفوليوم بتاع الستروك ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفي ستروك ده عبارة عن الفوليوم عند الباتم ديد سنتر ماينس الفوليوم عند التوب ديد سنتر، يعني هو عبارة عن الفي ماكسيمم ماينس الفي مينيمم. يعني لو بصينا على الرسمة هيبقى عبارة عن في ماكسيمم اللي هي 1 ماينس في 2، يبقى عبارة عن في 1 ماينس في 2. تمام. ده كده بالنسبة للورك نت. يبقى اقدر اقول ان الورك نت هو عبارة عن فرق الكيوهات او هو عبارة عن مين افكتيف بريشر في الفوليوم بتاع الستروك او اللي هي بي 1 ماينس في 2. تمام. اخر حاجة عندك اللي هي الثيرمال افشنسي بتاعة الديزل سايكل، فدي القانون المعروف طبعا اللي احنا عارفينه اصلا، هو اللي عبارة اللي انا استفدته الورك نت اللي انا خدته على اللي انا دفعته اللي هو في حرق الفيول في الاول اللي هي الكيو ادد، اللي هو ممكن يساوي 1 ماينس الكيو ريجكتد على الكيو ادد، بما ان الورك نت هو عباره عن كيو اد ماينس كيو ريجكتد يعني. تمام. ده اللي احنا كده ايه عارفينه. تعالى بقى نبدا هنستند قانون تاني للافشنسي بتاع الديزل سايكل، إيه عشان نبدا نعرف ايه العلاقه ما بين كفاءه الديزل سايكل دي بعلاقتها بالكمبريشن ريشيو والكات اوف ريشيو اللي احنا اتكلمنا عنها. نبدا الاستنتاج. إيه احنا اخر حاجه قلناها ان الكفاءه بتاعه الديزل هي عباره عن 1 ماينس الكيو اوت او الكيو ريجكتد على الكيو ان او الكيو ادد، صح؟
تعرف فكها كده، هي عباره عن واحد ماينس ايه، الكيو ريجكتد دي عباره عن ام سي في في دلتا تي 4 ماينس 1 زي ما فكناهم من شويه. الكيو ادد هي عباره عن ام سي بي في تي 3 ماينس تي 2 تمام. فهتلاقي ان الماس راحت مع الماس، والسي في على سي بي ده عباره عن ايه، واحد على جاما. مش السي، احنا عارفين ان السي بي على السي في هي الجاما تمام، او اللي هي الكي يعني، ايا يعني كان الرمز بتاعها، عشان ممكن تلاقوه في السلايدز الرمز بتاعها كي، بس عشان متعود عليها جاما فبقولها جاما يعني. فده هتساوي كده واحد ماينس، هشيل ده واقول واحد على جاما او واحد على كي مضروبه في ايه، انا عايزه الترم اللي فوق ده هاخد منه تي واحد كومن فاكتور، وتحت هاخد تي اتنين كومن فاكتور. فهيبقى عندي فوق لو خدت هنا تي واحد هيبقى عندي تي اربعة على تي واحد ماينس واحد، على خد من هنا تي اتنين فهيبقى عندي تي تلاتة على تي اتنين ماينس واحد. جميل، استنى بقى شوية. تي واحد على تي اتنين ده عبارة عن ايه؟ اهو احنا قلنا في البداية، حد مش فاكر، كان عندك تي اتنين على تي واحد هي عبارة عن الكمبريشن ريشيو باور جاما ماينس واحد. يبقى لما اقول تي واحد على تي اتنين يبقى واحد على الكمبريشن ريشيو باور جاما ماينس واحد، يبقى هشيل ده واحط مكانه، يبقى كده واحد على جاما، وده واحد على كومبريشن ريشيو باور جاما ماينس واحد تمام. ولسه بقى ايه، ما شفناش اللي جوه ده هنعمل فيه ايه. طيب تي، خلينا بلاش اللي فوق عشان هتاخد وقت شويه. تي 3 على تي 2، احنا واحنا شغالين في الاناليسيس في من 2 ل 3 قلنا ان تي 3 على تي 2 اهو، تي 3 على تي 2 هي عباره عن الكات اوف ريشيو اللي هي ار سي او البيتا تمام. يبقى اقدر اشيلها واقول تحت عباره عن ار سي ماينس 1، صح كده؟ كده بقت مشكلتي الوحيده مع مين؟ مع ده تي 4 على تي 1، ده هنفكه، هيحتاج فك شويه. فتعالى كده على جنب، تي 4 على تي 1 هتلاقي ان تي 4 على تي 1 ده هو عباره عن ايه، تي 4 على تي 3 مضروبه في تي 3 على تي 2 مضروبه في تي 2 على تي 1، بحيث ان ده هيروح مع ده وده يروح مع ده، يبقى لك برده تي 4 على تي 1. ليه عملت كده؟ ان مفيش اصلا اي ريليشن دايركت ما بين تي 4 وتي 1، الريليشنز عندك ما بين كل نقطه واللي بعدها، يعني 1 و2 2 و3 3 و4. فانا لازم افك ده بدلاله حاجه اقدر استخدمها في القوانين بتاعتي. حلو قوي، ماشي. هيساوي، سيب ده شويه، تي 3 او سنة. احنا عندنا، احنا حطينا العلاقات دي كلها، تي 4 على تي 3 اهي، كنا بنقول تي 3 على تي 4 هي عباره عن في 4 على في 3 باور جاما ماينس 1. فلما اقول تي 4 على تي 3 يبقى في 3 على في 4 باور جاما ماينس 1، يبقى هعكس واقول ان ده في 4 على في 3 باور جاما ماينس 1. حلو قوي. طيب تي 3 على تي 2 لسه قايلين من شويه، دي عباره عن الكومبريشن ريشيو، سوري انا عباره عن الكات اوف ريشيو، الكات اوف ريشيو. تي 2 على تي 1 برضو، قلنا من شويه برضو ان تي 2 على تي 1، بس انا مش عايزه احطها بدلاله الكومبريشن ريشيو، فانا عايزه اوريكم العلاقه اهي. تي 2 على تي 1 هي كمان بتساوي في 1 على في 2 باور جاما ماينس 1، انا عايزه العلاقه دي. فهقول دي عباره عن في 1 على في 2 باور جاما ماينس 1. حلو قوي، من الرسمه هنا مش عندك ان في 1 هي في 4، يبقى اقدر اقول سوري، هي دي في، سوري هي دي في 3 على في 4، بيبقى عكس التمبرتشر يعني 4 على 3 يبقى 3 على 4. طيب تمام، احنا قلنا ايه، في 1 بتساوي في 4، ده شفناها على الرسمه العمليه دي هيت ريجكشن، طبعا نفس الباور عشان كده شطبتهم مع بعض. فهيطلع لك في 3 على في 2 باور جاما ماينس 1 مضروبه في الكات اوف ريشيو. طب ما في 3 على في 2 ده اللي هو مين، اللي هي الكات اوف ريشيو، فيبقى ده عباره عن الكات اوف ريشيو باور جاما ماينس 1 مضروبه في الكات اوف ريشيو، يعني عباره عن الكات اوف ريشيو باور جاما. يبقى هقدر اشيل تي 4 على تي 1 واحط مكانها الكات اوف ريشيو باور جاما. فين بقى القانون؟
اهو، يبقى انا هشيل تي 4 على تي 1 واقول الكات اوف ريشيو باور جاما ماينس 1. هو ده نفس ده الاثبات اللي المفروض يطلع، هتلاقوه في السلايدز عندكم، بس هتلاقي الشكل متغير شويه. هيبقى 1 ماينس مكتوب 1 على ار جاما ماينس 1 او كي ماينس 1، وهتلاقي دخل بس ده جوه، فهيبقى في هنا جاما ار سي ماينس 1 وفوق زي ما هي ار سي باور جاما ماينس 1. وده الاثبات بتاع الافشنسي بتاع الديزل سايكل بدلاله الكات اوف ريشيو والكمبريشن ريشيو. حلو قوي، انا هستفيد ايه من القانون ده؟ افتكر معايا كده في اوتو سايكل في اثبات برضو تاني عملناه للافشنسي بتاعت اوتو، وكنا بنقول ان الافشنسي بتاعت اوتو كانت عبارة عن 1 ماينس 1 على ار باور جاما ماينس 1. يبقى ايه الفرق ما بين الافشنسي بتاعت ديزل والافشنسي بتاعت اوتو؟ الترم اللي ظهر ده بس، البراكت ده، صح؟ هو ده الترم الزيادة في القانون اللي عندي. فده معناه ان كل ما انا عايزه اعرف دلوقتي ايه العلاقه ما بين الكات اوف ريشيو وما بين الافشنسي بتاعت الديزل سايكل. لو الترم ده هيبقى اكبر من 1، كل ما الار سي او الكمبريشن ريشيو تبقى اكبر، او سوري الكات اوف ريشيو تبقى اكبر من 1، تمام؟ فلما الكات اوف ريشيو تبقى اكبر من 1 هتلاقي ان الترم ده بقى اكبر من 1، فده معناه ان الافشنسي هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى كل ما الكات اوف ريشيو تزيد الافشنسي بتاع الديزل هتقل، تمام. طب انا عايزه اعرف العلاقه ما بينها وما بين اوتو. في جراف كده يوضح العلاقه ما بين الاثنين اهو، بناء على المعادله اللي احنا استنتجناها. بص بقى، طبعا بيقول لك عند ار سي بواحد دي الاوتو سايكل، يعني لما الكات اوف ريشيو تبقى بواحد دي اوتو سايكل. ليه؟ هي الكات اوف ريشيو دي كانت عباره عن ايه؟ مش كانت عباره عن في 3 على في 2؟ طب ما احنا في اوتو سايكل كان الاثنين اصلا قد بعض، عشان كده بتبقى الكات اوف ريشيو في حاله اوتو سايكل بتبقى بواحد، تمام؟ فهتلاقي الكيرف اللي فوق ده بتاع اوتو. كل ما الكات اوف ريشيو تزيد بقى، بص على الكيرف، كل طول ما انت نازل كده ده معناه ان الكات اوف ريشيو مالها بتزيد 2 3 4. فعند كومبريشن ريشيو معينه كل ما الكات اوف ريشيو تقل كل ما الافشنسي مالها بتقل، وده اللي احنا استنتجناه من القانون. جميل قوي. حاجه كمان، لو جيت مثلا بص، هي من مميزات ديزل سايكل ان هو يقدر يشتغل عند كومبريشن ريشيوز اعلى من اوتو بكتير. يعني اوتو احنا قلنا المره اللي فاتت هتلاقي الماكسيمم بتاعها مثلا 10.5 9.5 او 10.5 حاجه زي كده. فممكن مثلا يعني اقول مثال، مثلا لو اوتو وصلت لحد هنا، تمام، طبعا اوتو على الكيرف اللي فوق ده، فهتلاقيها مثلا جابت افشنسي تقريبا حوالي 60%، فاوتو جابت حوالي 60%. لكن في المقابل هتلاقي ان ديزل سايكل بتقدر توصل للكمبريشن ريشيوز اعلى بكتير، ممكن توصل لحد مثلا، طبعا ممكن تجيب 24 بس عشان الشكل هنا، فنقول مثلا عندك سايكل جابت 20 والكات اوف ريشيو بتاعتها كانت 20، فبص على الافشنسي هتلاقي جابت افشنسي تقريبا 70. فده معناه ان كل ما الكومبريشن ريشيو بتزيد كل ما الكفاءه عندي بتزيد. عشان كده ديزل سايكل بيبقى ليها افشنسي اعلى من اوتو سايكل، تمام، بس مش عند نفس الكومبريشن ريشيو. يعني كل ما الكومبريشن ريشيو بتزيد كل ما الكفاءه عندي بتزيد، فلو ديزل مسموح لها انها تزود الكومبريشن ريشيو بتاعتها هتلاقيها بتطلع كفاءه اعلى بكتير من اوتو. طب ليه ما كانش بينفع نزود الكومبريشن ريشيو في اوتو؟ قلنا ان احنا في اوتو عندك مشكله ان ال 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 بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الوركينج ميديوم اللي عندك هو ميكستشر من اير وفيول، فانت بتخاف تعدي درجه حراره السيلف اجنيشن بتاعت الفيول عشان ما يحصلش اجنيشن لوحده قبل ما السبارك تشتغل. طب وايه المشكله؟ ما هو لو ادي البيستون سلندر اهي، تمام، لو البيستون مثلا وصلت لفوق عندك هنا، ده كده السبارك بلاج، فلو حصل ان في جزء من الفيول مثلا بدا يشتعل لوحده فهيبدا يكون بريشر ويفز هنا، تمام، فلما السبارك كمان تبدا تعمل الاجنيشن فهيبدا برضو بتطلع بريشر ويفز، فهتلاقي ان هيجي في منطقه الضغط بقى عالي جدا، تمام. ده الحاجه اللي هي بنسميها نوكينج، بتبدا تسمع صوتها في الانجن، فدي حاجه مش كويسه. عشان كده بيبقى في ريستريكشن على الكومبريشن ريشيو في حاله الاوتو سايكل او الجازولين انجنز عموما، تمام. لكن الديزل مسموح له ان هو يزود عادي لان انت بتضغط اير بس، فمش مش ما عندكش خطر النوكينج ده خالص يعني، عشان كده بيقدر يوصل للكومبريشن ريشيوز ممكن يوصل 24.
طيب جميل. طيب بصوا، لو حبينا بس نتأكد من الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده على البي في دايجرام بتاعنا، فهتلاقي ان انت ايه، لو ده كده البي في دايجرام بتاع الديزل، تمام. هي الكومبريشن ريشيو دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريشيو ما بين الماكسيمم فوليوم والمينيمم فوليوم، صح؟ فده كده بالنسبة للديزل. طب لو انا بضغط في جازولين انجن، هتلاقي ان لو ده كده الماكسيمم بتاعك، فهتلاقي انت بتضغط مثلا لحد هنا وبتكملش للآخر، يعني لحد درجة حرارة معينة بس، المفروض انت ما توصلش للسيلف اجنيشن بتاعة الوقود اللي عندك، تمام. وبعدين بتكمل ازاي؟ هتكمل بخط كونستنت فوليوم لفوق، صح؟ وبعدين يبقى ده كده دي يعني كده اتنين، ادي تلاتة. وبعدين بتعمل ايه؟ اهو مفيش بقى ده، بعد كده هتكمل لحد اربعة هنا. فده معناه ان الورك نت اللي عندك ماله؟ هيقل، صح؟ فلما الورك نت هيقل يبقى الافشنسي مالها؟ هتقل. عشان كده بنقول ان الافشنسي بتاعت اوتو، الافشنسي بتاعت اوتو اقل من الافشنسي بتاعت ديزل، تمام؟ لان بقدر اوصل في الديزل الكومبريشن ريشيوز اعلى من اوتو سايكل. فده كده فور ذا سيم ماكسيمم بريشر، ده كده بي ماكس. يبقى لما اقول ان فور ذا سيم ماكسيمم بريشر، يبقى اقول ان الافشنسي بتاعت اوتو سايكل اقل من الافشنسي بتاعت ديزل. ليه؟ لان الورك نت اقل. طب تعالى نشوف في كيس تانية بقى، بيقول لك لما ال فور ذا سيم بقى، مش ذا سيم ماكسيمم بريشر، لا فور ذا سيم كومبريشن ريشيو، يعني انا ضغطت الاثنين خلاص لحد نفس الماكسيمم فوليوم، يعني الماكسيمم فوليوم والمينيمم فوليوم عندي حاجه واحده، تمام. يبقى وصلت لحد نقطه اتنين في الحالتين، يبقى نقطه اتنين ثابته سواء كانت في اوتو او في ديزل. طيب في ديزل هبدا اعمل هيت اديشن كونستنت بريشر وتكمل. طب لو كانت اوتو، لا هعمل هيت اديشن كونستنت فوليوم، يبقى هطلع لفوق فتبقى 3 داش كده، وبعدين كمل بقى السايكل بتاعتك، ترجع تاني لحد اربعه وبعدين لواحد. فهتلاحظ ان في الحاله دي مين اللي الورك نت بتاعه اكبر؟ في الحاله دي الورك نت، هتلاقي ان الورك نت بتاع الديزل اقل من الورك نت بتاع اوتو. يبقى الحاله دي هتبقى الافشنسي بتاع الديزل اقل من افشنسي اوتو. ده الشرط بتاع الكلام ده for the same compression ratio. يبقى for the same compression ratio هتلاقي ان اوتو سايكل بتطلع لك ورك نت اعلى، فبتطلع لك efficiency اعلى. لكن لو ما فيش الشرط بتاع الكومبريشن ريشيو ده، او بنقول for the same maximum pressure، يبقى ساعتها هقدر اضغط في ديزل سايكل لكومبريشن ريشيو اعلى، فهقدر اخد ورك نت اعلى، فتبقى كفاءه ديزل اعلى من كفاءه اوتو. حلو. يبقى الشرط، يبقى ده كده for the same بي ماكسيمم، لكن for the same compression ratio هيديني ده the same compression ratio. طيب تمام، المقارنة دي مهمة تاخدوا بالكم منها. تعالى بقى نحل المسائل بتاعت الشيت على ديزل سايكل، تمام. هما مسألتين برضو، يعني مسألتين اوتو ومسألتين لديزل. المسألة رقم 3 بيقول لي an air standard diesel cycle has a compression ratio of 16. فاعطيني الكمبريشن ريشيو، دي كده نمبر 3، الكمبريشن ريشيو ب16. ايه كمان؟ وقال لي كمان الكات اوف ريشيو ب2، يبقى اعطيني الكات اوف ريشيو. انا رايي ان انتوا خلوها بالرمز بيت عشان ما حدش يتلخبط ما بينها وما بين الكمبريشن ريشيو، عشان حرف السي ده يعني. فده بيساوي 2. ايه كمان؟ at the beginning of the compression process، في البدايه خالص، يبقى احنا عند نقطه واحد كان الاير ده at 95 كيلو باسكال و27 ديجري سيلسيوس، يبقى اعطيني بي 1 واعطيني تي 1. يبقى اعطيني بي 1 بيساوي 95 كيلو باسكال، وتي 1 بتساوي 27 ديجري سيلسيوس، تمام. determine طبعا، واول حاجه بتعملوها خالص في المسائل دي، قلنا المره اللي فاتت بنعمل ايه؟ بنرسم البي في وبنرسم التي اس دايجرامز قبل اي حاجه. بيقول لك عايز التمبرتشر افتر ذا هيت اديشن بروسيس. اهو بص هنا، الهيت اديشن عندي من 2 ل 3، يبقى التمبرتشر افتر هيت اديشن اللي هي تي 3. يبقى هو طالب required اول حاجه خالص طالبها هي تي 3. ايه تاني؟ قال لي ده سايكل ثيرمال افشنسي، وبعد كده عايز المين افكتيف بريشر، ثيرمال افشنسي عايز المين افكتيف بريشر، بس كده. وقال لك ارسم على البي في والتي اس، هو من غير ما يقول احنا كده كده لازم نرسمها. حلو قوي. يلا بينا نبدا الاناليسيس بتاعنا.
احنا قلنا المره اللي فاتت برضو اي اير ستاندرد سايكل قبل ما ابدا اشوف هو عايز ايه، بروح اطلع كل التمبرتشرز، لان كل حاجه عندك هتبقى فانكشن من التمبرتشرز اصلا، تمام؟ فلو جبتها هيبقى خلاص بتعوض في القوانين على طول. فعندك ادي من واحد لاتنين العمليه اس كونستنت بي في باور جاما بتساوي كونستنت. قلنا ان تي اتنين على تي واحد بتساوي بي اتنين على بي واحد باور جاما ماينس واحد على جاما، بتساوي اعكس الفوليومز في واحد على في اتنين باور جاما ماينس واحد اللي هي بتساوي الكمبريشن ريشيو باور جاما ماينس واحد، تمام؟ اوكي انا معايا ايه؟ هو عاطيني تي واحد ب27، بس طبعا بنعوض بالكلفن، يبقى بلس 273 كلفن. ومعايا كمان الكمبريشن ريشيو ب16، وانا عارفه ان الجاما دي فور اير ب1.4، يبقى اقدر اجيب من هنا تي 2. هتطلع تي 2 بكام؟ 904.43 كلفن. جميل. اللي بعده من 2 ل 3 دي عمليه الهيت اديشن اندر كونستنت بريشر، فهيبقى عندك تي 3 على تي 2 بتساوي في 3 على في 2 اللي هي بتساوي الكات اوف ريشيو، تمام؟ هو عاطيني الكات اوف ريشيو ب2، وانا جبت من شويه تي 2 معايا، يبقى هقدر من هنا اجيب مين؟ تي 3 على طول. هتطلع ب 18.86 كلفن. بعدين من 3 ل 4، 3 ل 4 دي عمليه الاكسبانشن ايزنتروبيك، وبي بي باور جاما بتساوي كونستنت، يبقى هقدر اقول تي 3 على تي 4 بتساوي بي 3 على بي 4 باور جاما ماينس 1 على جاما اللي هي بتساوي اعكس الفوليومز بي 4 على بي 3 باور جاما ماينس 1. اوكي نقدر نجيب من هنا تي 4، بس خلي بالك احنا هنا ما نعرفش بس غير تي 3. انا معيش اي specific volumes خالص، تمام؟ ومعيش اي حاجة تقدر تجيب لي بيها تي 4. فعشان اجيب تي 4 محتاجة اجيب specific volume 4 و specific volume 3. هو specific volume 4 ده اللي هو بيساوي specific volume 1، يعني محتاجة اجيب specific volume 1 و specific volume 3. طيب تعالى نرجع تاني هنا، بي 1 بي 1 بتساوي ار تي 1، صح؟ معاك بي 1 قال لي ب 95 كيلو باسكال، بي 1 معرفوش، الار للاير 0.287، تي 1 عطيها لي ب 27، احولها لكلفن يبقى بلس 273. يبقى هقدر من هنا على طول اطلع سبيسيفيك فوليوم 1، هتلاقيه بيساوي كام؟ 0.906 متر كيوب بير كيلوجرام. واحنا عارفين ان الكمبريشن ريشيو هي عبارة عن في واحد على في اتنين، صح؟ يبقى هقدر اقول ان الكمبريشن ريشيو دي عبارة عن في واحد الماكسيمم على في اتنين. الكمبريشن ريشيو قال لي ب16، صح؟ وانا جبت في واحد، يبقى هقدر اجيب من هنا في اتنين على طول بتساوي 0.0566 متر كيوب بير كيلوجرام. جميل. طيب هنا بقى معايا دلوقتي في اتنين، صح؟ وانا عارفه ان في 3 على في 2 بتساوي الكات اوف ريشيو ب2، يبقى هقدر من هنا اطلع مين؟ في 3. هتلاقي ان في 3 طلعت لك 0.1133 متر كيوب بير كيلوجرام. خلاص بقى معاك هنا في 3، تمام؟ ومعايا في 1 والجاما طبعا 1.4 ومعاك تي 3، يبقى تقدر تطلع من هنا على طول تي 4، تمام؟ كده بقى معايا كل التمبرتشرز، اقدر اروح اشوف اللي هو عايز نحسبه بقى. هو كان طالب اصلا الثيرمال افشنسي، صح؟ تاني حاجه كانت الثيرمال افشنسي، قال لي الاول تي عايز التمبرتشر اللي هي تي 3 دي جبناها خلاص. تاني حاجه كان طالبها هي الثيرمال افشنسي اللي هي عباره عن الورك نت على الكيو اد، او اللي هي بتساوي 1 ماينس الكيو ريجكتد على الكيو اد، تمام؟ الكيو ريجكتد بتساوي ايه؟ طبعا انا كان ممكن اختصرهم هنا واطلعها مره واحده، بس عشان المطلوب اللي بعده هتحتاج فيه الورك نت، فاحسب الكيو اد والكيو ريجكتد على بعضها من اول بره يعني عشان ما اضيعش وقت. فالكيو ريجكتد عندي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن هو مش عاطيني هنا الماس في المساله، فهحسب بير يونت ماس، فهنقول على دي كده كيو
small ejected عبارة عن CV في T 4 minus T 1 ده هيطلع لي كيلو جو بر كيلو جرام عشان ما حطيتش الماس. اوكي السي في بتاع الاير 0.718 جبنا تي 4 جبنا تي 1 يبقى هقدر اطلع من هنا على طول الكيو ريجكتد. طيب الكيو ادد برضو احنا بنحسب بير كيلو جرام فالكيو ادد هي عباره عن السي بي بقى ايتهدشن اندر كونستنت بريشر تي 3 ماينس تي 2 سي بي للاير 1.005 معاك تي 3 معاك تي 2 تمام فتقدر تطلع الكيو ادد دي كيلو جو بير كيلو جرام. بعد كده هحتاج انا الورك نت كمان شويه فهنقول ان الورك نت هي عباره عن الكيو ادد ماينس الكيو ريجكتد بردك كده كيلو جول بير كيلو جرام. جميل هل اقدر اجيب الثيرمال افشنسي؟ اه هي عباره عن واحد ماينس كيو ريجكتد على كيو ادد. انا خلاص حسبت ده وحسبت ده فهقدر اطلع الافشنسي مفيش مشكله. جميل اخر مطلوب كان بيقول لي عايز المين افكتيف بريشر. عايز المين افكتيف بريشر لو فاكرين القانون بتاع الورك نت كنا بنقول ان الورك نت هو عبارة عن كمان المين افكتيف بريشر ده مضروب في الفوليوم بتاع الستروك اللي هو 1 - 2 الماكسيمم ماينس المينيمم تمام. يبقى هقدر اقول ان المين افكتيف بريشر هو عبارة عن الورك نت اللي احنا لسه جايبينه من شوية مقسوم على B1 - B2. خلي بالك ده وحدته كيلو جول بير كيلو جرام يبقى لازم ده يبقى متر كيوب بير كيلو جرام عشان يطلع لي ده وحدته بايه بالكيلو باسكال تمام. يبقى كده جبت المين افكت بريشر وده اللي هو كان طالبه. طب المساله اللي بعدها اللي هي رقم 4 اهي بيقول لي ان ايديال ديزل انجن هاز ا كومبريشن ريشيو اوف 20 دي نمبر 4 هو عاطيني الكومبريشن ريشيو بتساوي كام 20 uses air as the working fluid تمام. The state of air at the beginning of the compression process يبقى عند نقطة واحد كان البريشر بيساوي 95 برضو كيلو باسكال وكانت تي واحد بتساوي قال لي 20 ديجري سلسيوس. بيقولك بص بقى بيقولك if the maximum temperature in the cycle does not exceed 2200 كلفن. فين الماكسيمم temperature في السايكل؟ اهي اعلى درجة حرارة هتبقى عند نقطة كام؟ عند نقطة تلاتة. يبقى نقطة التلاتة دي قالك درجة حرارتها ما تزيدش عن 2200 فانا هاخد الماكسيمم واقول ان تي تلاتة دي هتساوي 2200 كلمن. عايز يحسب ايه بقى required؟ اول حاجة الهيت ادد تمام عايز يحسب الكيو ادد. تاني حاجة عايز الورك نت واخر حاجة لا مش اخر حاجة دي عايز الثيرمال افشنسي وبعدين المين افكتيف بريشر وفي الاخر بيقول لك ارسم البي في والتي اس واحنا كده كده بنرسمهم اول حاجه اصلا تمام. يلا بينا من واحد لاتنين قلنا برضو اول حاجه بنجيبها مين التمبرتشرز وبعدين نشوف هو عايز ايه. هتلاقي نفس طريقه الحل اللي عملناها المره اللي فاتت يعني هتختلف بس ارقام فعندك من واحد لاتنين عمليه ايزنتروبيك بي في باور جاما بتساوي كونستنت فهقول تي 2 على تي 1 بتساوي بي 2 على بي 1 باور جاما ماينس 1 على جاما هتساوي بي 1 على بي 2 باور جاما ماينس 1 الكلام ده بيساوي الار في باور جاما ماينس 1. اوكي ايه كمان معايا معايا الار في صح عطيني الكمبريشن ريشيو قال لي الكمبريشن ريشيو ب 20 وعارفه ان الجاما للار 1.4 ومعايا تي 1 ب 20 بلس 273 يبقى هقدر من هنا على طول اطلع تي 2 بكام؟ الحين تي 2 طلعت ب كام كام؟ اه 971.135 كلفن تمام فكده تي 2 معايا. ايه تاني؟ من 2 ل 3 دي عمليه هيت اديشن اندر كونستنت بريشر يبقى تي 3 على تي 2 بتساوي بي 3 على بي 2 اللي هي بتساوي الكات اوف ريشيو. انا جبت تي 2 من شويه صح هو بس هنا خلي بالك مش عاطيني بقى الكات اوف ريشيو فهنا هقف ان انا مش عارفه اجيب تي 3
سوري، ده هو عطيني تي 3، معلش عطيني تي 3 كانت بكام؟ 2200 صح؟ 2200 كلفن. لا ده انا كده اقدر اجيب الكاتر فيش لو عايزاه، بس احنا لحد دلوقتي احنا بنطلع تمبرتشرز بس، فخلاص مش عايزه حاجه من العمليه دي. من 3 ل 4 بقى عمليه اكسبانشن، اس كونستنت، يبقى بي في باور جاما بتساوي كونستنت. عندنا فيها تي 3 على تي 4 بتساوي بي 3 على بي 4، باور جاما ماينس 1 على جاما بتساوي الفوليوم اقلبها بي 4 على بي 3 باور جاما ماينس 1. جميل. معانا تي 3 ومعانا ايه تاني؟ معناش اي حاجه تاني خالص، فبس اعرف ان في 4 ده هو بي 1، فانا محتاجه اجيب في 1 وفي 3 عشان اعرف اجيب تي 4. طيب تعالى نرجع من الاول كده، نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. بي 1 بي 1 هتساوي ار تي 1، معاك تي 1 ب 27 بس اعوض عنها بالكلفن يبقى بلس 273، ار للاير 0.287 والبريشر قال لي ب 95 كيلو باسكال، يبقى هقدر اجيب من هنا سبيسيفيك فوليوم 1. هتلاقي سبيسيفيك فوليوم 1 طلعت بكام؟ 0.885 متر كيوب بير كيلو جرام، واحنا عارفين ان الكمبريشن ريشيو هي عبارة عن في 1 على في 2، يبقى اقدر اقول من هنا ان سبيسيفيك فوليوم 2 ده هيبقى عبارة عن 0.044 متر كيوب بير كيلو جرام. تمام، عايز استخدمه بقى عشان اجيب في 3. معايا دلوقتي في 2 حلو، ومعايا تي 3 ومعايا تي 2 اهو، معايا الريشيو دي على بعضها، اقدر من هنا اطلع على طول في 3. هتلاقي سبيسيفيك فوليوم 3 ده طلع لي بكام؟ طلع لي ب 0.1 متر كيوب بير كيلو جرام. جميل قوي كده، مع معايا سبيسيفيك فوليوم 3 ومعايا سبيسيفيك فوليوم 1 والجاما دي ب 1.4 ومعايا تي 3، هيبقى اقدر اطلع على طول من هنا ايه تي 4، فهيطلع لك تي 4 بتساوي 919.7 كده. تمام. ايه كمان كده، طلعت كل التمبرتشرز بقى، ابدا اشوف هو عايز ايه. هو كان طالب اصلا، اول حاجه كان طالبها هي ايه، فين احنا، الهيت ادد، كان عايز الكيو اد. فهي الكيو اد هي عباره عن ايه بقى؟ كيو اد هي عبارة عن دي عملية كونستنت بريشر، يبقى سي بي في فرق التمبرتشرز تي 3 ماينس تي 2. تمام، السي بي للاير هيبقى 1.005 واحنا جبنا التمبرتشرز خلاص، فهيطلع لك الكيو اد بتساوي 1235 كيلو جول بير كيلو جرام. تمام، ممكن نخليها بقى كيو سمول عشان دي كيلو جول بير كيلو جرام. ده بالنسبة للهيت ادد. تاني حاجة كان طالب الورك نت، فالورك نت عندك عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الكيو ادد ماينس الكيو ريجكتد. فاضل نجيب الكيو ريجكتد، فعندك الكيو ريجكتد هي عبارة عن سي بي في فرق التمبرتشرز تي 4 ماينس تي 1، معاك التمبرتشرز والسي بي للاير 0.718، يبقى هيطلع لي الكيو ريجكتد بكام؟ 450 كيلو جول بير كيلو جرام. جميل. الورك نت بقى هتطرح الاتنين من بعض، هيطلع لك الورك نت ده بيساوي 785 كيلو جول بير كيلو جرام. تمام، ده كده كان المطلوب التاني. بعد كده قال لي عايز الثيرمال افشنسي بقى، قال لي عايز الثيرمال افشنسي، فدي عبارة عن ايه؟ 1 ماينس كيو ريجكتد على الكيو اد، واحنا جبنا الكلام ده كله، فهيطلع لك ده تطلع من هنا الثيرمال افشنسي على طول. يعني اخر حاجة كان طالبها هي المين افكتيف بريشر، نفس الطريقة قلنا المين افكتيف بريشر هيبقى عبارة عن الورك نت على الفوليوم بتاع الستروك، يعني في 1 ماينس في 2، حطيت ده بالكيلو جول بير كيلو جرام، هتحط ده بالمتر كيوب لكل كيلو جرام، ده كيلو جول يبقى تحت متر كيوب عشان يطلع لي في الاخر ده بالكيلو باسكال، فده هتلاقيه طلع لك 933.41 كيلو باسكال، وده اللي هو كان طالبه. تمام، احنا كده خلصنا جزء الديزل سايكل. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا، لو حد عنده اي اسئله يبعت يسال. شكرا.